من ضمن الرسائل التي قد تظهر عند استخدام أو محاولة تشغيل برنامج المحاسب الأول هذه الرسالة Runtime Error Invalid Password. السبب يعود إلى أنه عملية التحميل ربما كانت غير صحيحة، فيضطر الأمر من أجل أن نعالج هذه الرسالة أن نقوم بعملية حذف تنزيل برنامج المحاسب الأول ثم تثبيته مرة أخرى، وستتم بالطريقة التالية: يتم الدخول إلى برنامج المحاسب الأول، الضغط على المحاسب 1 Setup، Next، Remove إزالة، Next، Remove. ننتظر قليلا حتى تتم إزالة البرنامج. Finish. نلاحظ تم إزالة برنامج من سطح المكتب. الآن نقوم بتثبيته مرة أخرى بالضغط على المحاسب One Sit Up. Next. Accept. Next. نقوم بتحديد القرص الذي نريد أن نقوم بتخزين برنامج المحاسب الأول فيه. القرص C، القرص D، مثل القرص D. Okay. Next. Next. Install. الآن سوف تبدأ عملية تثبيت برنامج المحاسب الأول مرة أخرى. نلاحظ أنه يبدأ بعمل التحميل والتثبيت. Finish. نلاحظ أن البرنامج قد تم تثبيته مرة أخرى، نقوم بالضغط عليه. تنبيه: كبداية رقم الفرع 1، المستخدم 1، كلمة سر 1. موافق. كلمة الفرع رقم الفرع 1، رقم المستخدم 1، كلمة المرور 1، ثم الضغط على OK. نلاحظ أن الفرع أصبح جاهزا للعمل عليه، وأن هذه الرسالة Runtime Error Invalid Password قد تم حلها بهذه الطريقة. شكرا جزيلا.